بعد العودة من الفاصل أعزائي المشاهدين، ومعانا الشيف نور الصباح، وتعمل لكم أكلة جمبري يعني تستاهل الصراحة بقكم بالهنا والشفاء. طبعا الأكلات البحرية من الأكلات المفيدة جدا جدا ومليانة عناصر غذائية ومليانة فوسفور. اتفضلي الشيف نور وريني. أقدم نفسي الأول. اتفضل. أنا الشيف نور الصباح سيد نصر، شهرتي أم عمر. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم تورتاية رز بالجمبري حلوة جدا، وتنفع في المناسبات والعزايم ان شاء الله. بمناسبه عيد الحب عامل لك كان امبارح عامل لك تورته، جايبه كمان فلفل، جايبه فلفل احمر اهي. وهعمل سمك سلمون ان شاء الله وسلطه الجلاس نودلز. طب تمام، بالجمبري برضو. ماشي، هنبدا ان شاء الله. القلبز بتاعي جدا، كل يوم ناكل اسماك والله يا ريت. المفروض السمك ده يتاكل مرتين في الاسبوع على الاقل، يعني بانواعه بقى كلها، بانواعه مره جمبري مره سمك بولتي مره والتونه حلوه جدا. جميله جدا، بس التونه اللي هي الفريش. ايوه طبعا، مش العلب، لا الفريش. السمك اصلا فيه اوميجا 3 ومفيد جدا جدا. مش ان شاء الله احنا هنبدا باذن الله. هنحط زيت هنا، بسم الله، برده هحط شويه هنا. وهجيب برده ايه معايا، توم، سمك السلمون. هلا مهلك. عملتي زيت زيتون صح؟ زيت زيتون. زيت زيتون. ده الجمبري هنحطه على طول كده على النار ان شاء الله. هو عموما ما بياخدش سوا، لا الجمبري ما بياخدش على فكره، يعني من دقايق او ربع ساعه كده، من اسهل انواع الاسماك الجمبري ده، ما بياخدش سوا خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اكل السمك بعد ده بنشرب عصير ليمون. ايوه طبعا لازم تبقى حاجه. سمك السلمون بتاعنا بقى لازم بيتبل. ده سلمون؟ ده سمك سلمون. بتتبلوا ايه بقى؟ نحط رشه كمون. كمون. فلفل اسمر، رشه ملح، ثوم. هو السمك عموما بيحب الثوم والكمون. جدا، اكتر حاجه ثوم كمون غير والليمون. والليمون. من كده هنتبله. شهرة شيف نور الصباح ام عامر. ام عامر. انا عامر. مشهوره بام عامر. شغلي كله بطلع ايفنتات وحفلات بام عامر. ومع ام عامر دايما عامر. أكيد عامر طبعا. طبعا الحمد لله. بسم الله. أهم حاجة يا جماعة، أهم حاجة اللون الأحمر ده عشان عيد الحب. أيوة ده هو ده أهم حاجة، هو ده أساس النهاردة. السمك السلمون مفيد. السمك تخين شوية بيستوي بسرعة ولا لازم نغطيه؟ لا لا، إن شاء الله يستوي على طول. مش نغطيه؟ السمك السلمون ما بياخدش حاجة إن شاء الله على طول. الجمبري، والجمبري برضه هو 5 دقايق وتلاقي الجمبري استوى، لان كل ما بتسيبيه على النار عشان الوقت، كل ما بتسيبيه على النار يشد معاكي. تمام. السلمون اهو، في معلومة يا جماعة ان احنا المفروض ناكل الفاكهه قبل اللحوم. وقبل الاكل عامه، احنا عاداتنا وتقاليدنا او العرب عموما بياكلوا الفاكهه بعد الغدا، بيحلوا يعني، وده غلط. المفروض تتاكل قبل الغدا مش بعد الغدا، حبيت اقولها يعني. هو ممكن نقطعه صغير سمك السلمون ده عشان عايزه. ممكن يتقطع صغير. بس انا علشان بقى عايزه احطه كده. لا هو هيستوي. ما تقلقيش منه اهو. لو قلقانه مستوي ما تقلقيش. لا انا قلقانه من الوقت بس. لا ان شاء الله الوقت هيكفي. انا ما عملتش فقره مطبخ وحاجه استوت الصراحه. لا باذن الله باذن الله. طب مفيش تواصل يا جماعه، حطوا لي ارقام التواصل على الشاشه بعد اذنكم ارجوكم. لا لا كله هيتواصل ان شاء الله مع ام عامر النهارده. بعد اذنكم الارقام على الشاشه لو سمحت. انا عايزه بقى اوري حضرتك كده هنطلع تورتاية الجمبري ولا استاذ مصطفى من السعوديه. اهلا وسهلا.
الو الو. ايوه يا استاذ مصطفى، انا بحيي الشيف ام عمر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه معاك يا استاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ مصطفى، معاك. بحيي الشيف ام عمر ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. حبيبي يا مصطفى حبيبي. الله يخليك. ازيك يا قلبي، عامل ايه؟ وكل اكلاتك الجميله وبتاعتنا. الله يخليك يا حبيبي. وشمال القاهره كلها متابعه حضرتك يعني. الله يخليك يا حبيبي. وبنشكر البرنامج صراحه اللي استضاف حضرتك بامانه. لا الله يكرمك. متشكرين يا فندم. الله يكرمك. شكرا شكرا. تسلم يا مصطفى. اتفضل اتفضل. شكرا، متشكرين يا استاذ مصطفى. انا اعرف ناس كتير من السعوديه كانوا بينزلوا بياكلوا اكلات من ايدي. بيجوا الحمد لله. بيجوا من القاهره. بصي الاكل بدام طعمه حلو وبدام بقى على طول معايا. الحمد لله ولله الحمد. انا مكتسبه النفس ده من والدتي. نفس نفس. يعني انا متربيه يعتبر في مطعم. والدي ووالدتي كان عندنا مطعم يعني، وانا من صغري فيه. فمكتسبه المهاره من والدي. والاكل والنفس من والدتي. بس السمك السلمون خلاص ان شاء الله على خير اهو هطلعه. استاذه هدير. الو. ايوه استاذه هدير. ايوه ممكن اشارك في البرنامج؟ اتفضلي معاكي. لا حضرتك انا عايزه اسلم على ام عامر وعلى المذيع اللي معاه. الله يخليكي شكرا. ايوه ام عامر. ايوه حبيبتي اتفضلي. الله يخليك. الله يكرمك. تسلم ايدك على الاكل اللي انت بتعمليه. الله يخليكي يا حبيبتي بالف هنا للي ياكله. الله يخليك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. نورت البرنامج والله. الله يخليك. الله يكرمك. مش عايزه تسالي على اي سؤال؟ مش عايزه تقولي اي حاجه نعملها لك؟ يلا سلم على القصه اللي معاكي. الله يكرمك. شكرا يا حبيبتي. نعمل اي حاجه. استني الفطير المشلتت بصراحه بتاعت تحفه تحفه. الله يكرمك. المره الجايه ان شاء الله نعمل فطير المره الجايه اعمل لكم شويه فطير مشلتت حلوين. شغالين اكلات بحريه الاسبوع ده واللي بعد. شكرا يا حبيبتي، متشكرين. عايزه اعلن يا جماعه عن مسابقه المواهب. للاشتراك في مسابقه المواهب التواصل على 012-2236-229. اي موهبه، غناء، موسيقى، رسم، شعر، اي موهبه، تمثيل، تواصل على رقم 012-2236-229. احنا معانا 10 دقايق يا خلاص ان شاء الله. السمك السلمون اهو خلص. هنام ولا هيام؟ الو الو. ايوه يا هنام. الو انا حنان. حنان حنان. ازيك يا حنان؟ عايزه ايه حنان قولي؟ ربنا يخليك يا حنان، ربنا يخليك. والله ممكن اطلب منكم فريق الحواوشي؟ الحواوشي هنعمله لك. عينينا الاثنين. على فكره حاضر. الحلقه اللي فاتت عملنا حواوشي يا حنان، انت مش متابعه ولا ايه؟ طب ممكن تنزلي الطريقه معلش؟ حاضر هنقولها بسرعه. ماشي قولي حواوشي كده وانت بتشتغلي بسرعه عشان الوقت. حاضر. الحواوشي بقى متشكرين يا حنان. الحواوشي انا بعمله بالعيش، ما بعملوش بالعجينه. بنكون فارمين اللحمه على حسب بقى ما انت هتعملي. نص كيلو مثلا، هتحطي معاهم بصلتين كبار، وهتحطي معاهم وحدتين فلفل وملح وفلفل اسمر وكمون والتوابل طبعا. انا عن نفسي الحواوشي بتاعي مميز شويه لاني بحب احط له طحينه. بحب احط الحواوشي بتاعي طحينه وعصير ليمون، فبيبقى حلو قوي. معلش انا بس حاطه ده عندي. ولا يهمك. عايزاه هتزوقي بيه حاجه؟ انا هزوق بيه يعني. احط روزميري هنا لان هو السلمون بيحب الروزميري شويه. الروزميري بتاعنا حطيه كده. طب اشيل ده؟ اشيل ده؟ مفيش مشكلة. خليك كده. خلي الطبق ده هنا عشان التقديم كده. التقديم هيبقى هنا. اوكي أيوة مفيش مشكلة. كاميرا تجيبه. وتحطي بقى تجيبي العيش وتكوني عاملة الحواوشي العجينة بتاعته اللي هي تفرمي اللحمة حلو وتفرمي معاها البصلة ناعم وتحطي ثلاث فصوص ثوم وتحطي معاها فلفل والملح والبهارات بقى اللي انت هتحطيها وبتحطيها في قلب العيش وبتسويها في الجريل. وده الجمبري الصغير العيش. ده الجمبري الصغير ده بتاع السلطه. ده السلطه. ده السلطه دوان كده ونحطه هنا. انا عايزه بقى ايه هطلع. الو معانا استاذه مروه. الو ايوه استاذه مروه. ازي حضرتك؟ الو ايوه ايوه معاكي اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور. وانا عايزه اتكلم كلام صراحه من النهارده لبكره في اكل الشيف نور. الله يخليكي يا مدام مروه.
الشيف نور منورانا النهارده. الله يخليكي يا مدام مروه، تسلمي. ازيك يا شيف؟ والله الله يخليكي. احلى مكرونه بشاميل، الله يعزك، محشي، حواوشي، احلى اكل من ايديها. الله يبارك لك يا حبيبتي، ما تحرمش منك يا مدام مروه، والله العظيم ما تحرمش من حضرتك. احنا في النظافه وفي الطعم. الله يعزك يا حبيبتي، ما تحرمش منك. ربنا يخليكي يا شيف، والله العظيم الله يخليكي. وحشاني جدا والله. الله يخليكي يا حبيبتي، منور البرنامج والله. الله يكرمك، منور بوجودك يا رب، وجود الاستاف اللي معانا. الله يخليك. انا لسه رحت جايه دلوقتي، انت بتعملوا ايه؟ انت عايزه نعمل لك ايه المره الجايه يا استاذه مروه؟ حاجه بقى ممكن ايطالي. ماشي ماشي، اعمل لك كريبات بقى ومكرونات. اعمل لك كريب، على فكره انا بعمل كريب حلو قوي. متشكرين جدا يا استاذه مروه. بعمل كريب حلو قوي بالسبانخ. الله، بيبقى حلو قوي قوي، يعني انا الحمد لله دايما بعمل اكلات للاطفال. احنا هنحاول الفتره الجايه نعمل اكلات غريبه. انا بعمل اكلات الاطفال لما بيعرفوش ياكلوا الخضار، ما بيحبوش ياكلوا، بحطه في قلب الاكل بتاعي. ايوه احلى حاجه فعلا، صح، بشجعهم ان هم ياكلوا من غير ما يحسوا فعلا. ايوه صح، شكرا. ربنا يبارك لك. الله يبارك لك، ما تحرمش من حضرتك. انا عايزه اطلع تورتيه الرز. اتفضلي اتفضلي عشان الوقت. اوكي، بسم الله. الله، دي يا جماعه بقى تورتيه الرز بمناسبه عيد الحب. اسمع بقى التورتيه بقى. تورتيه رز بالجمبري. عشان التورتيه هي خمس الوان. انا في السريع كده بيقولوا لي الوقت فاضل خمس دقايق. طب الاكل مش هيستوي، والاكل مش يعني الاكل لو مش استوى هتاكلوها ايه؟ انا يعني مجهزه لكم الحاجه عشان وقت البرنامج ضيق، فبعد اذنكم يعني الاكل يستاهل التاخير. معلش. تورتيه الرز بالجمبري دي انت بتعملي الرز كله ابيض، بيتشوح كله ابيض. وبعد كده بتحطي الوان بقى، الوان طبيعيه جدا. الاخضر بحط له شبت وبقدونس. انا هعمل كده كل حله رز لوحديها عشان اعمل اللون. ايوه مفيش مشكله. والبني دون جميله يا جماعه، البني دون بعمل رز بالبصل وبقطع فيه الجمبري، تقطعي فيه سمك فيليه اللي انت عايزاه. وبعد كده الابيض رز ابيض عادي. لا جميل. والاحمر بحط له معلقه صلصه وبابريكا، والاصفر طبعا معروف كركم وكاري. بس هو طب سهل جدا. طب يعني معلش الاخضر ايه؟ معلش الاخضر شبت وبقدونس وكزبره، يعني كله الوان طبيعيه. شبت وبقدونس وكزبره. انا بحب الحاجات الطبيعيه. يعني ما بحبش اجيب حاجات صناعيه بصراحه. اصل الاخضر ده جديد الصراحه بالنسبه لي. لا جديد، انا دايما عندي كل جديد. لا ان شاء الله. لا واضح. ماشي. طب احنا قلنا ده ايه؟ ده دي شعريه جلاس نودلز، هعملها لك سلطه حلوه قوي، بس بعد ما ارص الجمبري. طب تمام، بعد اذنك. يعني دي تورته الجمبري يا جماعه. دي تورته الجمبري يا جماعه، وبالهنا والشفا. وبالهنا والشفا لكل اللي ياكل. طب عيد الحب، ما انا هحط لك عيد الحب وكل حاجه، ما تقلقيش. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الجمبري اهو. خلاص احنا قربنا، فاضل معانا اربع دقايق. لا لا لا، استنى شويه. معلش معلش، انت بقى يعني بصي، هاتي هحط لك انا التورته وانت بقى اعملي ايه الجلاس نودل. الجلاس نودل دول بقى الوقت. دول بقى هحطهم لحضرتك هنا كده. انا هعمل بقى التورته انا. اوكي، ازوق انا. ازوقي بقى التورتايه. اتفضل. جميل 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 صراحه، الريحه رهيبه. طبعا الجمبري مفيش احسن منه، والرز علشان معمول بحاجات طبيعيه. طبعا حلو جدا. انا استاذن حضرتك هاخد منك الحاجات دي. حاجات ايه؟ اهي عشان ده الجلاس. اتفضلي. بعدين ايه انا عامله ايه الديكوريشن الحلو ده؟ خلاص انا هعمل لك الديكوريشن. طيب ظبطي بقى. انا هظبط لك، انا ليا في الديكورات بقى، انا اخري ديكورات. خلاص اوكي. ماشي. الجلاس نودلز دي شعريه اهي، بنحطها هنا وبنحط معاها الجلاس نودلز. حلو قوي برده يا جماعه للي بيعمل دايت، واكلها حلو كلها خضار، يعني ما فيهاش حاجه مش قدم. ايه لسه بتعمل ايه؟ هي بيتحط ماشي فيها كزبره خضراء، وبيتحط لها كرنب بنفسجي. وبيتحط لها بقى، هحط لها جمبري. انا عامله لها جمبري اهو. هي إيه ممكن تتعمل بالفراخ برده. دي سلطه يا جماعه، دي سلطه اسمها سلطه جلاس نودلز. انا هطلع ده بره عشان التقديم، هطلعه بره هنا جنب ال اتفضلي، يعني جنب الصنف بتاعه. اوكي، على مهلك. فاضل دقيقتين. اوكي خلاص اهو. تمام، نقدم الجلاس نودلز بقى. انا يعني في ثواني يعني جلاس نودلز بس عشان السلطه دي. يعني السلطه دي جميله جدا، واللي هياكلها هتعجبه قوي. انا ايه علشان برضو الوقت، ودي مش هتنزل، نزل كده بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
ممكن بقى السرفيس الازاز اللي جنب حضرتك. اتفضلي. خلاص يلا عشان فاضل دقيقة ونص. ايوه حاضر حاضر. هو اصلا هيختم والحاجة بيقدمها يعني هتختم على الحاجة. ايه هي دي كده سلطة الجلاس نودلز يا جماعة. حلوة جدا ومفيدة جدا. طبعا. بصوا يعني هي كلها خضار وجمبري. طب ايدي فين؟ وبيتحط لها بقى السويت شيلي ده، سويت شيلي حلو. السويت شيلي ده عبارة عن ايه؟ هنشوف. السويت شيلي ده بيبقى صوص عبارة عن ثوم وفلفل حلو. اشكرك على الأكل الجميل ده النهاردة الصراحة. عايزة أحط واحدتين جمبري برضو على لأن هي بالجمبري أصلا. هظبط بس اتفضلي. كده. اشكرك يا شيف نور. الله يكرمك. الله يكرمك. اشكرك بجد اكل جميل جدا جدا بألف جدا. بألف هنا يا انا حبيبتي. بحب الاسماك اساسا. ايوه ما هو دي الحاجات دي حلوه هتعجبك. وحاجات تفتح النفس يا جماعه. ومع ام عامر دايما عامر. طبعا مع ام عامر دايما عامر. اشكركم اعزائي المشاهدين والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر.